أهلا وسهلا فيكم في حديقة عالم الفراشات في مهرجان الزهور والحدائق 12. طبعاً نحن في حديقة عالم الفراشات نقدم التعليم مع الترفيه. عندنا المنطقة الأولى تحتوي على معلومات مهمة جداً عن الفراش، مراحل نمو الفراش وعلى إيش تتغذى الفراش. بعد كده عندنا المنطقة اللي اسمها كهف الفراشات، وفي هذه المنطقة يتم فيها إنتاج الفراشات وموجود فيها الشرنقات. بعد كده عندنا صندوق الفراشات ويحتوي على فراشات نادرة. بعد كده عندنا منطقة لمس الفراشات وفيها يتم التواصل بين الإنسان والفراشة بشكل مباشر.